السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ثالث؟ اليوم هو يوم الخميس، تاريخ اليوم هو 15/4/2021. اليوم نحكي مع بعضنا في درس معيس العوام كتابة، زي ما تعودنا دائما خدنا سابقا التدريبات. اليوم رح نفتح صفحة رقم 75 عندنا الكتابة. افتحوا معي المس وتابعوا معنا. هل عندنا يا مس؟ بحكي لك هون أعيد كتابة الجمل منتبهاً إلى الكلمات الملونة. أنا أركب سيارتي، تعال واركب معي. هنا يا مس بحكي لك أنا أركب سيارتي، تعال واركب معي. بدك تلاحظ أول إشي عندنا اللي هو عندك الكلمات الملونة، في عندنا هنا أركب، هنا عندك أركب، وهنا واركب. هون أركب، أنا أركب، وهنا تعال واركب. نلاحظ الكلمات الأخضر، الكلمة باللون الأخضر، شو نلاحظ يا مس؟ هلأ رح نحكيكم شو نلاحظ، لكن بعد ما إيش تكتبوها كمان مرة زي هيك، تكتبوها كمان مرة على نفس السطر هذا بنفس الكلام، يعني ما تغير منها أي شيء، بتكتب الجملة كاملة. هلأ عندنا كلمة أركب وإركب واركب. هنا يا مس في عنا الكلمتين هذولا، في الأولى تحتوي على همزة قطع، والثانية تحتوي على همزة وصل. الأولى في عنا أنا أركب، الهمزة لفظناها وكتبناها، تعال واركب، واركب معي. هنا الهمزة لا تلفظ تمام ولا تكتب عنا، هنا واركب، واركب معي تمام، لا بس نحط الألف من غير الهمزة. فهون بتكون عندنا الهمزة القطع وهمزة الوصل. بعد بحكي لك أنا ألعب مع أصدقائي، تعال والعب معي. تعال والعب معي، يعني هون نفس الإشي يا مس باللون الأخضر، عندنا ألعب والعب، ألعب والعب. عندنا هنا الكلمات ألعب همزة قطع وولعب عندنا همزة وصل. تكتبوها كمان مرة في سطر عندكم هون. بحيث آخر واحدة أنا أجلس مع رفاقي، تعال واجلس معي. هنا نفس الإشي يا مس، تحتوي على همزة قطع الأولى والثانية همزة وصل. تكتبوها كمان مرة الجملة على النص، تكتب الجملة على النص. طيب هسا احنا نكتب عندنا هون ملاحظة، نلاحظ هنا الكلمات أركب، ألعب، أجلس، أجلس. هنا هم كلمات تبدأ بهمزة ماذا؟ همزة قطع. تكتبوا هاي ملاحظة عندكم تمام يا مس، تكتبوا إنه إحنا نلاحظ الكلمات أركب، ألعب، أجلس، اسمه في عندنا الكلمات تبدأ بإيش؟ بهمزة قطع. ونلاحظ شيء ثاني كمان، أن الكلمات أركب، ألعب، أجلس هم كلمات تبدأ بهمزة وصل، تبدأ بهمزة الوصل. هاي بتكون طبعا احنا اخذناها سابقا جدا، يعني اخذناها اكثر مرة، كل مرة نطلعها من النص، من استخراج النص، فانتو مو جديد عليكم تعرفوها وفاهمينها، تعرفوا انه اللي عليها همزة تعتبر همزة قطع، واللي ما عليها همزة هي تعتبر همزة وصل. واحنا حكينا يا مس اذا بدنا نميز اذا في عنا احنا كلمات، يعني انا كلمات املائية نقلتكم اياها وانتم مو عارفين اذا هاي الكلمة هي همزة قطع او همزة وصل، كيف بتعرفوا؟ بتحطوا ما قبلها يا اما الفاء او ثم. يعني هلا ما حكيت ثم اركب، ثم اركب تمام، هنا بتكون عندنا الهمزة ايش مالها؟ همزة قطع تمام. لو حكيت لك ولعب، هنا عندك همزة ايش؟ همزة وصل. لو حكيت ف، لو حطينا حرف الفاء شو بتصير؟ ف فلعب، فلعب بتكون همزه مالها؟ همزه وصل. فانه احنا هون نميز اذا احنا بنحط حرف الفاء او الاسم او ثم تمام، بتبين معنا اذا هاي الكلمه همزه وصل او همزه قطع، اذا قرانا الهمزه او ما قراناها. طيب هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني بحكي لك هنا املأ الفراغ على نص المثال. في عندنا أول وحدة قال، نحط لها الواو، والواو هاي شو تكون هي؟ تسمى هذه الواو واو الجماعة، نحكي قال
نحطها الواو هاي بدلها بتصير قالوا. قال واحد، قالوا للجماعة، جماعة من الناس قالوا، فتسمى هذه الواو واو الجماعة. تمام، واخذناها كمان برضو سابقا فمعروفة عندكم. هسا عندنا كلمة باع زائد الواو لو جماعة شو بتصير؟ باعوا. اكتبوها لحالكم تمام يا مس، انتوا اكتبوها عندكم ما شرح انا ركز هلا هون. احنا حنبين الطالب اللي بيركز معي في الحس او لا. هلا انا ما رح احكي في الواجب انه هذا واجب عندك صفحة رقم، السؤال الثاني كتابة، ما رح احكي زي هيك. رح احكي انه في واجب بتضمن في اسمه في الدرس عندنا هون، فرح يكون هذا واجب عليكم تكتبوا انتوا الكلمات تبعتوا لي اياها على المنصة ان شاء الله. رح ابعث لكم الواجب ورح يكون مين معاكم. فعندك هنا باع زائد واو الجماعة بتصير باعوا، صام صاموا، أقبل أقبلوا، أشرف أشرفوا، وتسمى هذه الواو واو الجماعة، تسمى هذه الواو واو الجماعة. هون بتكون عندنا الكلمة مفرد، لما نعملها بواو الجماعة شو بتصير؟ بتصير عندنا جمع، الجماعة إيش هي؟ الواو الجماعة. تمام. هسا السؤال الثالث عندنا هون يا حلوين، بحكي لك اضع التاء المربوطة او الهاء في الفراغ. طبعا احنا حكينا سابقا كيف احنا نركز ما بين او نميز الفرق ما بين التاء المربوطة والهاء بالكلمات، واخذنا عن كمان التاء المربوطة والتاء المفتوحة. لكن هون بحكي لك عن التاء المربوطة والتاء الهاء. تمام؟ عندنا هون بحكي لك شاهدت مباراة على شاشة التلفاز. هنا بنحط هي تاء مربوطة ولا هاء؟ هسا احنا شو بنعمل؟ بنحط بنخلي التاء او الهاء متحركة، ما بنخليها ساكنة. يعني اللي حكينا شاهدت مباراة راح تكون مش معروفة هي اذا تاء او هاء، لكن اذا حكينا شاهدت مباراة، تمام؟ شاهدت مباراة على شاشة التلفاز، ايش احنا حكينا؟ حكينا مباراة ولا مباراة؟ التاء طلعت معنا، فبتكون معناتها هي التاء المربوطة، مباراة مباراة على شاشة التلفاز. طيب با، تحافظ رويدة على كتبها، تحافظ رويدة على كتبها. هلا هون يا مس شو بنحكي؟ بنحكي تحافظ رويدة على كتبها، فراح تكون عندنا هنا الاسم، عندنا هون التاء، هون راح تكون عندنا اللي هي التاء، لا مش الهاء، التاء يا مسما. انا حاطة لكم الهاء، هي مش الهاء، التاء، لان انا تخربت فيها، بس ان هي هي التاء. ليش حكينا التاء؟ لانه تحافظ رويدة على، لو حركناها او رويدة على كتبها فراح تكون عندنا هون هي ايش؟ هي حتكون تاء وليس الهاء. تمام؟ نعدلكم اياها في هون نحط التاء. رويدة على كتبها. هسا عندنا هنا جيم، يكره أوس اللعب الكرة في الطريق. هسا احنا هون بدنا نعرف اذا هي هاء او تاء او تاء مربوطة. كيف نعرف؟ ممكن نحكي لو احنا هون كيف قرأناها؟ يكره، لو احنا حركناها وحطينا عليها حركة، يكره أوس اللعب بالكرة في الطريق، في الطريق. فهنا راح تكون الأولى يكره، الهاء كانت واضحة في هذه الكلمة يكره، ما حكينا يكره تو، ما حكينا التاء، يكره أوس اللعبة بالكرة تي. هنا حكينا حركناها وراح تكون التاء المربوطة في الطريق، ما حكينا بالكرة هي، بالكرة تي. تمام؟ هلا عندنا جيم، تحرص زينب على مساعدة المحتاجين. بدنا نحرك الاسماء، الحرك هون نحكي ايش؟ تحرص زينب
على مساعدتي المحتاجين. تحرص زينب على مساعدتي المحتاجين. حركناها طلعت معانا اللي هي حرف التاء، تمام؟ ما حكينا مساعده، مساعدتي، فراح تكون هي التاء المربوطه، تمام يا مس؟ هنا بتكون التاء المربوطه، يعني عندنا كلهم عندك التاء المربوطه ما عدا اللي هي جيم يكرهوا، تمام؟ عندنا هون يكرهوا. هسا احنا نكون خلصنا احنا اول ثلاث اسئله، السؤال الرابع عندكم اكتب بخط جميل، تكتبوها انتوا لحالكم واسمه تكتبوها تبعتوا لي على المنصه، يعني يكون عندكم واجبين، الواجب الاول والواجب الثاني، راح انتوا تحطوا لي اياها على المنصه ان شاء الله بكره. يعطيكم الف عافيه والى اللقاء.